الله لا يفرقنا إن شاء الله، ونكون على طول أصحاب في الأكاديمية وبعد الأكاديمية إن شاء الله. اسمي محمد خليل الزايد، حبيبي برشا، سلمت على بارك الله فيك. خلاص احنا نقول الحروف صح ونقول نرفضها صح، لكن تفل شوف ده تفل شوف ده مجهول. اليوم حلو الرفرتاج تفل. احمد الشريف دراع الايمن تم القبض عليه، فاكيد انه افشى سرنا. فاحنا بنتذكر احنا لا تعرفنا الحكومه. لو نتكلم بالعاطفة نصوت لمحمد خلاوي، كيف نصوت لمحمد خلاوي؟ إذا أحمد جلس إن شاء الله إنه يجلس يا رب، إذا جلس كأنه أنا جلست فعلا بالضبط، وأتمنى له يجلس يا رب. Good luck لك يا محمد. كما قال محمد خلاوي، يعني لو قعدت أو لو فليت يعني نفس الشيء طول ما محمد خلاوي موجود في الأكاديمية. برافو عليكم، كل واحد منهم عم يقول ان شاء الله الثاني. الله لا يفرقنا ان شاء الله، ونكون على طول اصحاب في الاكاديميه وبعد الاكاديميه ان شاء الله. العلاقه اللي تكون من بدايتها صح وتكون انه الصداقه صادقه، ما اعتقد انها تتغير. ورساله حب، ولو حد وحشك منهم حد في الصداقه. محمد خلاوي صار لي كمان صار لي سنتين ونص مش شايفه، بس كلمته الاسبوع الماضي وحابب كتير يعني أشوفه، وعدني أنه حيجي لبنان، بس كمان من سنة ونص وعدني أنه حيجي لبنان، كل مرة بيقول الشهر الجاي الشهر الجاي. حلاوي المفروض والله كان يكون معنا، والله كان، بس اعتذر آخر لحظة يديد. يمكن طلع له شغل. أنا والله حاسس اللي هو بش يدخل علينا هكا، ولا ما نعرفش. يا ريت والله أنا معكم والله حبيبي.